السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحباتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، ذكر إذا حافظت عليه ينجيك من نار جهنم، ذكر أو دعاء إذا حافظت عليه سوف ينجيك من نار جهنم. وهذا ليس من كلامي، وإنما هو من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. الحديث عند المنذري في الترغيب والترهيب، والحديث سنده صحيح إن شاء الله. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم، يعني خذوا حذركم. فقال الصحابة: أمن عدو حضر؟ يعني الطبيعي لما حد يحذرني يقول لي خلي بالك خلي بالك، يبقى في حد جاي. فقال الصحابة: أمن عدو حضر؟ قال: لا، ولكن خذوا جنتكم من النار، أي خذوا حذركم من النار. قال: وما هي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا. وعايزكم تركزوا معايا في كلمات بسيطة يسيرة ولكن أجرها عظيم جدا. قال: قولوا سبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومعقبات. سبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يوم القيامة يأتين منجيات ومعقبات. فهذه الجملة ينبغي أن نحافظ عليها دائما، وهي لا تأخذ منا وقتا، بل هي في ثواني معدودة تستطيع أن تذكر هذا الدعاء، فإنه سوف يدخلك الجنة وينجيك من النار بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كان معكم أخوكم إسماعيل الجعبيري مفسر الأحلام، انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.